رعاية معالي الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية، انطلقت صباح اليوم بنادي ضباط الأمن العام فعاليات أسبوع المرور الخليجي 23 تحت شعار حياتك أمانة، وذلك بحضور الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة المدير العام للإدارة العامة للمرور ومدراء الإدارات بوزارة الداخلية ورؤساء الوفود الخليجية من إدارات المرور بدول مجلس التعاون. أسبوع المرور الخليجي 33 انطلق هذا العام على أرض مملكة البحرين يحمل شعار حياتك أمانة برعاية معالي الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية وحضور الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة المدير العام للإدارة العامة للمرور ومدراء الإدارات بوزارة الداخلية ورؤساء الوفود الخليجية من إدارات المرور بدول مجلس التعاون. فرصة ومنارة للتوعية، تواجد الوفود الخليجية الآن مع الموجودين البحرينيين فرصة لإرساء مبدأ الثقافة على الطريق، سلامة على الطريق، الكل مشارك معنا سواء شركاء سلامة أو الآخرين، القطاع الرسمي أو القطاع الأهلي حتى الأفراد. هذه اللقاءات تلاقح أفكار، تلاقح دراسات، خبرات من السنوات الماضية، فرصة للالتقاء في الزملاء والأخوان من جميع دول مجلس التعاون لوضع هذه الحلول والعمل على تحييد وتقليل نسبة وقوع الحوادث المرورية للواقعة والحد من هذه الإحصائيات. مشاركة وفد سلطنة عمان في الأسبوع المرور الخليجي 33 في إطار حرص السلطنة لمشاركة أخوانها دول مجلس التعاون والاطلاع على تجربة مملكة البحرين في مجال السلامة المرورية. طبعا اطلعنا اليوم على حفل الافتتاح والذي تضمن برامج مميزة، مساهمات من مجتمع مؤسسات المجتمع المدني. مسؤولية الحفاظ على حياة مرتدي الطريق هي مسؤولية مشتركة، وتعتبر التوعية المرورية عاملا هاما جدا وخصوصا لدى الأطفال وطلبة المدارس، وهو ما توليه الإدارة العامة اهتماما كبيرا. فقد كرم وكيل وزارة الداخلية والمدير العام للإدارة العامة للمرور الفائزين في المسابقات المرورية التي أقيمت مؤخرا بمناسبة أسبوع المرور الخليجي. صراحة هي مثل ما انت عارف أسبوع المرور سنويا يستمر وكل سنة كلها شعار. طبعا احنا مشاركتنا في قطر طبعا بدافع ان يعني نستفيد من الخبرات، من الخبرات اللي موجوده في دوله الكويت او دوله قطر او من الدول الاخرى يعني، فنستفيد من بعض الخبرات ونشوف الانظمه الجديده اللي تستخدم في دول الخليج. مثال احنا تعرفنا هنا عندكم بالبحرين على الكاميرات اللي على نفس على الاشارات وهذا تصيد المطلوب، وهذا شيء يعني ما شاء الله جبار وجميل جدا يعني التعامل فيه، وشيء يمكن نستفيد فيه من دولتنا كدولة الكويت. الثقافة المرورية باتت الشاغل الأهم بالنسبة لإدارات المرور في دول الخليج خلال عملها ضمن حلقات التعاون المشترك لمسيرة دول التعاون، وذلك بهدف إيجاد جيل مثقف بالقوانين واللوائح المرورية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على حياة المواطنين والمقيمين. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. وللحديث عن أسبوع المرور الخليجي ينضم إلينا عبر الهاتف المقدم عادل الدوسري مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية. مساء الخير. ويمثل أسبوع المرور الخليجي فرصة لتبادل الخبرات بين الوفود المشاركة، كيف تسهم فعاليات الأسبوع في خدمة العمل المروري الخليجي؟ احنا يعني بداية طبعا أسبوع المرور شعاره بيكون حياتك أمانة، هذه طبعا هو يجسد أو يعني تتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون، بين الوفود، تتنقل الوفود من كل إدارة عامة في دول مجلس التعاون إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي، من البحرين إلى المملكة العربية السعودية وإلى قطر وللكويت وللإمارات وللعمان وبالعكس الصحيح، وهناك تبادل الخبرات وتبادل الآراء في مجال العمل المروري، كل ما يصب في مصلحة الإدارة العامة للمرور ومصلحة أو ما يرفع من السلامة المرورية إلى أعلى مستويات. نعم، المقدم السلامة أيضا المرورية
هو مطلب أساسي بل مرتكز عمل الإدارة العامة للمرور. كيف انعكس تراجع المخالفات على الحد من الحوادث المرورية؟ احنا طبعا دعم سيدي معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله في هذه تركيب الكاميرات الذكية في جميع شوارع مملكة البحرين، وقامت إدارة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور بحملات مكثفة على جميع شوارع المملكة لطبعا تخفيف أو انخفاض عدد المخالفات وانخفاض عدد الحوادث. هذه كلها طبعا ساعدتنا التكنولوجيا الحالية اللي احنا قاعدين نستخدمها في مملكة البحرين، وهذه من خلالها طبعا احنا توصلنا الى طبعا مستويات ممتازة وارقام قياسية في العام الماضي من خلال انخفاض الحوادث المميتة وانخفاض الحوادث البليغة، وهذه طبعا ساعد الكثير على انخفاض المخالفات. كل هذه الأنظمة ساعدتنا بلا شك والحمد لله. المقدم عادل الدوسري مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية، شكرا جزيلا لك.